واشرح واقول موقف حضرتك يعني العتاب ولا اقول فلان. لا، في اعمال بين الانسان وبين ربنا سبحانه وتعالى، انما الاعمال والخواتيم هل نعرف وقت مات عليه؟ ما نعرفش حاجه. نعرف ان مات في يوم الاثنين، يوم جميل، يوم جميل. نعرف محبه الناس، انما اللي في امور خاصه بين الانسان وربنا سبحانه وتعالى يعني، وربنا رب قلوب. اما الحكم على الناس بالظاهر، الحكم على الناس بكلمه او تكفير الناس، فده اللي جوز طبعا حضرتك. تقول ايه اب يعني سيرا للشامتين او الاخوان يعني الاخوان؟ لا انهم اتفضلوا، لا مش بنخص حد، بنقول للشامتين كلهم عامه يعني. حضرتك اتفضلوا شوفوا محبه الناس، انزلوا شربين اسالوا على وائل، انزلوا اسالوني، اسالوا اخواته، اسالوا اصدقائه، اسالوا الجيران، اسالوا الاهل. يعني كل انسان واقف وفي جواه شيء حلو الوائل. في اصدقاء وائل كان بره محتاجين المساعده كان بقف جنبهم، زمايله من الابتدائي للاعدادي للثانوي للكليه كانوا ما كانش بيلقى على حد. انزلوا شوفوا البصمات، انزلوا تسالوا الناس وفي احواله كانت ايه مع الناس، وشوفوا اعماله الطيبه الخيره. انما نسيب الموت بدل ما نقول كلمه عزاء ولا نقول كذا ولا كذا، نقول نشمت في راجل ميت. يعني هذا لا يجوز. الميت ده له حرمه حضرتك، له كان له ام الست طاهره، اولاده شباب يعني اولاد اخوه هم اولاده، كان عطوف عليهم وبنوا بصمه كل بيت كل قلب. انا اتمنى حضرتك يعني ان لا شماته في الموت، لا شماته في الموت، خصوصا وائل ابن ناس، ابن بلد الطيب وبلد طيب واصل طاهر، من الاب للام للجد للخال العم، مش اي حد يعني حضرتك. لا يا فندم، هو طبعا خبر مرضه كان صدمه، خبر موته كان صدمه اكبر، لان كانت مفاجاه بالنسبه لنا، مفاجاه قويه جدا جدا، خصوصا بعد الاشعاعات اللي جيت اتصل بوفاته ومرضه وحالته الخطيره. فكان يعني الاخبار بتوترنا جدا جدا، خصوصا الاهل والاقرباء. فطبعا كان بيحصل صدمات قويه جدا على الناس، ان ازاي ان وائل مريض وان وائل توفاه الله. فطبعا ما فيش مفر من قضاء الله عز وجل، وكانت خبر موته. فلما سمعنا قلنا ده خبر برضه من نفس الاخبار الزائفه او الناس اللي قلوبها مريضه، اللي بيحب يجمع تعليقات ويحب يتوقع حاجات زي كده. فطبعا المره دي كان الامور واضحه للعيان، بس الصدمه انه كان وائل كويس جدا جدا، معافى تماما. وحضرتك اخر تواصل قال ان حضرتك ان الصحه العامه كويسه تمام جدا، الحمد لله انا بخير وبتعافى، وان شاء الله قدامي فتره وهظهر، وانا بعمل علاج طبيعي الى ان اظهر مكتمل الصحه والعافيه على العلاقة على قناه ثانيه بمارس عمل طبيعي. طبعا احنا طبعا الى الان يعني مش مستوعبين حضرتك يعني ايه سبب الوفاه. لازم نعرف ايه اللي حصل، في تفاصيل حضرتك لازم انتوا كزملاء وكاخوه ليه لازم تعرفوا ايه اللي حصل بالظبط، يعني لحظاته الاخيره كانت مع مين، ايه اللي حصل، تفاصيل نتمنى تكون عندك. يعني بقول على الهواء مباشره حضرتك، يا ريت نتمنى من المسؤولين التفتيش حول وفاه وائل ابراش، نعرف مات ازاي ومين اللي كان معاه واخر كلامه ايه ومين اللي كان معاه بالظبط في لحظه الوفاه حضرتك. نتمنى عشان نرتاح بس. واضح ان في حب كبير جدا من اهل فندم وائل ساكن في ايه والناس جميعا. مفيش لوائل هنا اخ وابن عمي اللي هتكلمه اقول لك انا اخوك. مش كلام عن وائل، مش زي اي صحفي ولا اي اعلامي، لا وائل من الطفوله هو وائل ابراشي، التفوق في التعليم، في الرياضه، في الصحافه. وائل حضرتك يعني كان الصحافه يهواها، هناك كان لاعب كره قدم في نادي شربين الرياضي، له زملاء الى الان في تواصل، وكان بيهتم بنادي شربين وكان الفقير، وخصوصا يعني على يدي كان بيجهز عرايس. الكلام بينه وبينه الكلام دايما كان يطلب ان محدش يعرف اللي انا بعمله. فانا كنت بسرب من وراه اخبار طيبه عنه ليه، عشان الناس تدعي له بالرحمه، وفي لحظه مرضه الناس تقف جنبه تدعي له بالشفاء. بس هنقول ايه، سبحان الله قدر ربنا سبحانه نافذ ولا رد لقضائه. اخر مره شفته امتى؟ واخر مره كان هنا من سنتين في وفاه مين المراشي اخوه الكبير، وقعد في وسطنا يومين وسافر لظروف خاصه. فوائل كان وجوده بيشهد الناس، خصوصا كان وجود الحاجه رحمه الله عليها بعد وفاتها، وكان في حياتنا طبعا كان حضرتك دايما الناس موجودين في البيت، بيت خليل نحن دايما حاجه بتوسع الفقراء والمساكين. كان عنده بر بالام، بر ما شفتوش عنه حد، يعني حاجه سبحان الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الاعمال في ميزان حسناته،
وطبعا احنا بنقرا اشياء على 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 التواصل الاجتماعي اشياء بنها الجبين، ده موت وتشفي. وائل اللي بيتشفى فيه ما شافش وائل ده بيعمل ايه طيب وبيعمل ايه الخير، ما شافش حاجه. انا اتمنى تكون يعني القلوب بتدعي له والعفو والصفح دايما يكون افضل يعني. والله لله وصل. ممكن الى الاعدادي الى الثانوي الى كلية التجارة، فكان في قسم الحاسبة وكان متفوق في دايما كان لاعب كرة قدم بارع وكان يغوي في اعلام في القاهرة. بقى مع شغله كمحاسب بدا يطلع على يخش جو الاعلام اللي انا فاقم له، راح روزه في بداياته في مجلس الشعب مصور برلماني، ثم جريدة روز اليوسف، ثم جريدة الحقيقة، ثم ظهوره إعلاميا بقوة، والآن أدى دور اجتماعي مؤثر جدا جدا. أبرز الحاجات اللي كان بيعملها وائل لما بيجي هنا، أو إيه أول حاجة كان بيعملها لما يجي هنا؟ التواصل مع الأصدقاء والأهل. كان دايما وجود وائل داخلية نحل في البيت عند الحاج رحمه الله يعني. كان دايما الكلام أصحابه من الأهل والأحباب كان داخلية نحل. دايما كان وائل متخصص عمل الخير للفقراء والمحتاجين واصحاب العمليات الخاصة في السر وليس بالعلن، ده كان عن طلب يعني. وده اهداء الناس اللي بتتجاوز حدودها مع وائل رشا. بتقول وائل كان خير، كان قلبه كبير، كان بر لاهله، كان في كل حاجه حلوه، بس كان بينه وبين ربنا صعب. انا سبحان الله كانت من الاسباب انا اعرف اشياء والله القريب ما يعرفها، الخير والبرد والاحسان وكل حاجه جميله. يعني لو تقدر تقول لنا منها حاجه بحيث ان الناس حتى اللي ما تعرفش استاذ وائل تقدر تعرف عنه اكتر. والله وائل كان بالتليفون كان بيبكي، كان دايما يطلب مني اشياء اصور له المدرسه القديمه ابتدائي، اصور له الشوارع القديمه، البيت القديم، صور خاصه جدا جدا في 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 في, في طفولته، الاماكن اللي كان بيحب يشوفها. فكان دايما جامعته قريبه حضرتك، دايما يشوف الاماكن ديت دي. ويشوف الاصدقاء القدامى يتواصل معايا من اللي مات من اصدقاء، ده فلان كان يسال عليه، فلان لسه عايش، هو ده كان نفسي اشوفه، بعت لي تليفونه. فكان دايما يعني وصال، وكان دايما ترك اثر في نفوس الناس كلها الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى يجعل كل اعماله في الحسنات ويعفو عنه. شكرا.